بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الحمد لله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إلهي وسيدي ومولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم. ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم، فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم. إلهي يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا عالما بالسر والإعلان أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد القائل الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نحييكم في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة التي اقامتها الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلة غلوش للمغفور له باذن الله تعالى فقيد الشباب معالي السيد المستشار احمد نجيب غلوش، شقيق كل من معالي السيد المستشار محمد نجيب غلوش والاستاذ عبد اللطيف نجيب غلوش وابن شقيق كل من معالي السيد اللواء عمر عبد اللطيف غلوش والحاج محرز غلوش والمغفور له باذن الله تعالى عم الحاج مصطفى عبد اللطيف غلوش وابن عم كل من فضيلة مولانا المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راغب مصطفى غلوش وعم الحاج نزيه عبد الوهاب غلوش ومعالي الاستاذ الدكتور عبد القوي غلوش. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نحييكم عبر اثير موجات اذاعاتنا الصوتية والانوار الكهربائية والمعرض الفني للاضواء الكاشفة كبرى كسور الضيافة تحت ادارة اولاد المرحومة الحاج حامد حسن منى المقيمين بمحلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية.
وعبر كاميرات البشمهندس العالمي رضا درويش والبشمهندس العالمي احمد شوارة والبشمهندس العالمي اكرم درويش اصحاب كبرى مواقع التواصل الاجتماعي على شاشات اليوتيوب. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ولقد شرفنا باعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية، شرفنا بالاكثر شعبية دوليا عبر العالم الاسلامي، ملك المقامات وملك الابداع الاول قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري الدكتور عبد الناصر حرك، كما شرفنا بقارئ جمهوريه مصر العربيه العالم الاسلامي سفير مصر الدائم للقران الكريم عبر دول العالمين العربي والاسلامي اجمع والمقيم بالمعالي مركز ومدينه من القمح بمحافظه الشرقيه فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود محمد صابر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. صدقت سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدي يا رسول الله. ايات الله البينات يتلو علينا الاكثر شعبية دوليا حول العالم الاسلامي والذي جاب اكثر من 43 دولة حول العالم الاسلامي، ملك الابداع الاول وملك المقامات قارئ اتحاد الاذاعات والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الاستاذ الدكتور عبد الناصر الحرك، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب
وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما صدق الله العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب وصدق الله
وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من المؤمنين رجال رجال من قضى
وما بدلوا تبديلا وما بدلوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين وكفى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا
وكان الله
صدق الله العظيم. يا أيها النبي يا يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
يا نساء النبي، يا نساء يضاعف لها العذاب ضعفين، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
وأطعنا الله ورسوله. وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر قد طهيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله حقا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، من ايات سورة الاحزاب استمعنا بصوت عالم التلاوات الجمهورية في مصر العربية والأكثر شعبية دوليا حول العالم الإسلامي الذي جاب أكثر من 43 دولة حول العالم الإسلامي. قال اتحاد الإذاعات والتلفزيون ملك الإبداع الأول وملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرب. نقلة وزيعت من داخل لؤلؤة الصادقات وأولى الخيام المكيفة العالمية التي تطلق وتطلب بمخازن ومحلات أولاد المغفور له بإذن الله تعالى الحاج حامد منى، أولاد المغفور له بإذن الله تعالى الحاج حامد منى المقيمين بمحلة مرفوع مركز طنطا بمحافظة الغربية. كبرى لؤلؤة الخدمات الفندقية الممتازة المتميزة الشهيرة عبر أنحاء الجمهورية مصنفة رقم واحد على عموم محافظات جمهورية مصر العربية تحت إدارة المتر العربي. المتر العربي المقيم بمحلة منوف مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. أيها السادة، في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى خطيب الشباب معالي السيد المستشار أحمد نجيب غلوش، يتقدم كل من معالي السيد المستشار محمد نجيب غلوش والأستاذ عبد اللطيف نجيب غلوش ومعالي السيد اللواء عمر عبد اللطيف غلوش، كما يتقدم عبد الحاج محرز غلوش ومعالي السيد المستشار عز محمد غلوش والحاج نزيه عبد الوهاب غلوش معالي الأستاذ الدكتور عبد القوي غلوش وجميع الأسر الكريمة والعائلة الكريمة عائلة غلوش إلى كل من